المحيطة بمطار بغداد، إطلاق الحملة الوطنية للحد من الهجرة غير الشرعية، وآخر أبرز العناوين: الأقاليم النيابية، استبدال المحافظين، صلاحية رئيس الوزراء. أهلا بكم إلى تفصيلات الأخبار. تستعد وزارة التخطيط خلال الأيام المقبلة لرسم المرحلة الثالثة من استراتيجياتها التي تهدف لخفض خط الفقر في العراق للخمس سنوات المقبلة، وتضع المرحلة الجديدة من الاستراتيجية كل القضايا على الطاولة، وتسعى لإيجاد الحلول المعالجة لمتطلبات العيش للأسر الفقيرة في محاور السكن والصحة والتعليم والدخل. وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي في حديث للصباح إن الوزارة بوصفها الجهة المعنية برسم السياسات التنموية والخطط الاقتصادية تستعد لوضع استراتيجية خفض خط الفقر الثالثة في العراق للخمس سنوات المقبلة، مبينا إن هذه الاستراتيجية ستأخذ بنظر الاعتبار التداعيات التي شهدها العراق خلال السنتين الأخيرتين، والتي تمثلت بالجوانب الصحية بجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية وما رافقها من نتائج أثرت سلبا في الفقراء من الفئات الهشة في المجتمع. وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستضع القضايا على الطاولة وتسعى لإيجاد الحلول والمعالجات لمتطلبات العيش للأسر الفقيرة في العراق، مبينا أننا نتحدث عن الفقر متعدد الأبعاد ويشمل السكن والصحة والتعليم والدخل، وبالنتيجة فإنه كل محور من هذه المحاور هناك سياسات وإجراءات تطلع بتنفيذها الجهات ذات العلاقة. قانون الضمان الاجتماعي الحل لإنهاء الترهل في القطاع الخاص. يعمل البرلمان على إنهاء تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بما يتلائم مع الوضع الذي يعيشه البلد لدعم العمل في القطاع الخاص وإيقاف استنزاف موارد الدولة من خلال القطاع الحكومي. وقال عضو البرلمان ناظم الشبلي للصباح إن قانون العمل والضمان الاجتماعي قرئ في البرلمان ويفترض أن يتم التصويت عليه ليكون العامل في القطاع الخاص بمثابة موظف في الدولة يدفع التوقيفات التقاعدية ولا تتحكم به الشركات وأصحاب المهن، كانه سيعامل كما الموظف الحكومي، مبينا أن العامل في القطاع الخاص كان بدون حماية قانونية ولا تتعامل معه الحكومة تعاملا مباشر، وإنما يتم التعامل مع المؤسسة. ولكن هذا القانون هناك تعامل مباشر بين العامل والقطاع الخاص والحكومة، كما سيكون هناك ضمان للعامل يمنع طرده بدون أسباب من محل عمله. في الصفحة الرياضية للصباح اليوم، منتخبنا الوطني يواجه اليمن لتأكيد الصدارة. يخوض منتخبنا الوطني لكرة القدم في الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس مباراته الثالثة في المجموعة الأولى لخليج البصرة بلقاء نظيره اليمني بملعب البصرة الدولي، ويتقابل في التوقيت ذاته منتخبا السعودية وعمان بملعب الميناء الأولمبي. ويتصدر منتخبنا فرق مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن عمان صاحب المركز الثاني، يليه السعودية ب3 نقاط، ثم اليمن بلا نقاط والذي غادر البطولة مبكرا. وخاض فريقنا وحدته التدريبية الأخيرة استعدادا للقاء اليوم، وتحدث المدرب كاساس في المؤتمر الصحفي قائلا إنه يطمح للوصول إلى المباراة النهائية، لكنه يركز الآن على مباراة اليمن، الذي قال عنها: تابعت المنتخب اليمني في مباراته السابقتين فوجدته يؤدي جيدا، وكانت مواجهته الثانية أمام عمان أفضل من المباراة الأولى،
وشاهدت فريقا منظما وفي أوقات كثيرة كان أفضل من عمان، وكانت لديهم فرصة كبيرة للتعادل ولكن لم يحالفهم الحظ رغم أنهم لعبوا بشكل جيد. لذلك سنحاول تقديم أفضل ما لدينا لجعل المباراة صعبة عليهم، مبينا أنه لم يصرح سابقا بأن البطولة غير مهمة، وإنما أشار إلى أنها ليست هدفا يجب تحقيقه. وعن تشكيلة المنتخب التي سيلعب بها أمام اليمن، أوضح بأن هناك بعض التغييرات في تشكيلة الفريق وستتم إراحة عدد من اللاعبين، مؤكدا الرغبة في تحقيق الفوز، مبينا أننا لا نملك الأفضلية على أحد في المنافسة، وسنلعب أمام اليمن بضغط عال لنسبب لهم متاعب وعدم إراحتهم، وعند امتلاك الكرة سنعمل على زيادة السرعة. أما في صفحة الأخيرة للصباح، دار ثقافة الأطفال تستذكر الفنان طالب مكي بمناسبة ذكرى تأسيسها ووفاء لمسيرة أحد روادها الراحلين. أقامت دار ثقافة الأطفال برعاية مديرها العام الدكتور ابتهال خاتشيك تكلان معرضا استذكاريا لرائد الفن التصويري والكوميكس في العراق الفنان الكبير الراحل طالب مكي بعنوان الفنان طالب مكي قامة ولدت للخلود. وقد ازدانت قاعة العرض بمختارات من روائع الفنان الكبير من لوحات لأغلفة مجلة والمزمار، وكذلك أغلفة كتب أخرى من إصدارات دار ثقافة الأطفال. وعلى هامش المعرض قدمت شعبة الرسوم المتحركة نشاطها السنوي المتمثل بمعرضها الثاني تحت عنوان تحية إلى الفنان طالب مكي، وشارك فيه كل من مها طالب مكي بعشر لوحات، وفدوى ودود بست لوحات، ووعد فوزي بعشر لوحات استخدمت فيها الأساليب التعبيرية والانطباعات والواقعية الرومانسية، كما وتم تنفيذ اللوحات بأقلام الباستيل وألوان الأكريليك والمائية، إذ جاء العمل في معظمها على ورق الكانسن والكانفاس. نتوقف كالمعتاد من الأخبار قليلا لنقرأ لكم أهم ما جاء في صفحة مقال بعنوان المواطنة الحقة للكاتب وجدان عبد العزيز بصوت الزميل بشرى حسين. المواطنة الحقة بقلم وجدان عبد العزيز. كما نعلم أن الحياة التي يعيشها الإنسان تتميز بسرعة وتيرتها وأحداثها لدرجة يصبح معها الإنسان دائم القلق والانفعال والتوتر والخوف، إضافة إلى استمرارية التفكير فيما مضى وما هو آت، وبالتالي عدم القدرة على الاستمتاع بالحياة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فكل تغيير لا بد من مصاحبته بمنظومة تربوية تنهض بأعباء محاولة توجيه الذهنية الاجتماعية والتخلص من أمراض المرحلة السابقة كأمراض التسلط والتعصب والاستحواذ على المنصب الرسمي مثلاً، وتحويله لأغراض شخصية وفئوية لا تخدم مؤسسات الدولة. في منتصف المقال، عملية الحوار الوطني هي أحد أساسيات البناء السياسي مع الأسس التي يتطلبها قيام حكم ديمقراطي يأخذ بتلابيب الرأي والرأي الآخر وحفظ الحقوق للجميع ضمن موازنة الواجبات والحقوق، وبالتالي هي تعبير عن رغبات أكثرية المواطنين الذين يهدفون للتخلص من أمراض الماضي والتوجه بوسائل قانونية تحافظ على التعايش السلمي بين جميع أطياف الشعب. إذن نحتاج لحوارات وطنية حقيقية تقبل بالجميع، إلا من تلطخت يديه بجرائم دم واعتداء وظلم وجرائم الإبادة الجماعية. في ختام هذا المقال، كل هذا يتم بتبني الآليات الديمقراطية الصيغة العصرية في بناء الدول والتخلص من العنف بأشكاله، وعلى الحكومة وهي الطرف المعني الأكثر قربا من نبض الشعب ومن المصالحة الوطنية أن تستعمل المرونة مع القوى التي تعارض، والحزم والشدة مع قوى الإرهاب والجريمة التي تقتل بدم بارد أبناء الشعب. وهذه المبادئ تؤدي إلى الفهم الصحيح للديمقراطية التي تقلل من الاستثناءات وتزيد فرص المشاركة في بناء الدولة.
وكل هذا يتحقق بشرط قيام ديمقراطية دستورية تتمثل في القبول المجتمعي لمبدأ المساواة السياسية بين المواطنين وتعميق الشعور بالمواطنة الحقة التي تحافظ على كرامة الإنسان وحقوقه، وهذا ما توصلت له الإنسانية وأقرته في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تقول مادته الأولى: يولد الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا جميعا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج حي على الصلاة حي على الصلاة
وصلى الله على محمد وآله وسلم. أهلا بكم من جديد. نطالع في صحيفة الزمان: الجمهور في أربيل لا نهتم بانخفاض الحرارة لأن الفوز هو الدفء. المعروف قانونيا زمن المباراة 90 دقيقة تتوزع على شوطين 45 دقيقة لكل شوط مع إضافة بعض الدقائق كوقت بدل ضائع واستراحة 15 دقيقة بين الشوطين، أي لا يتجاوز الوقت ساعتين. بعد انتهاء مباراة منتخبنا الوطني الذي تغلب فيه على شقيقه المنتخب السعودي بهدفين دون رد في مباراة ملحمية تحت المطر في ملعب جذع النخلة ضمن بطولة خليج 25، خرجت الجماهير العراقية في محافظة أربيل واتخذت من شارع السعيدين في قضاء أنكاوا مقرا لاحتفالات التي فاقت زمن 4 مباراة متتالية، معبرة عن فرحتها بهذا الفوز الذي افتقدوه منذ سنوات. حسين العراقي أبو ليث رئيس رابطة المشجعين العراقيين في كردستان تحدث هاتفيا بصوت عال: العراق والمطر أمطار خير بعثها الله سبحانه وتعالى لتساند منتخبنا الوطني برحلته الخليجية، ويبقى العراق فوق الجميع وأملنا كبير بأسود الرافدين بالوصول إلى النهائي، ومثلما أدخلوا الفرح اليوم لملايين العراقيين نتمنى أن يكرروها في النهائي، وإذا احتفلنا اليوم حتى بعد منتصف الليل سنحتفل بالتتويج للصباح ولا نهتم بانخفاض درجات الحرارة لأن الفوز هو الدفء لنا. السوداني والبرازاني يتفقان على التكامل وأردوغان يؤكد دعم أمن العراق. اتفق رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مع رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور بارزاني على تكامل العمل بين المركز والأقليم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقال بيان تلقته الزمان أمس: السودان استقبل في القصر الحكومي البارزاني والوفد المرافق له، وجرى بحضور عدد من الوزراء والمستشارين والمسؤولين في المركز والأقليم، واستعراض أهم الملفات على المستوى الوطني وسبل التكامل في عمل الحكومتين على سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في جميع أنحاء ومحافظات العراق. وعقد وزراء المركز والأقليم اجتماعا فنيا موسعا ناقش قانون الموازنة وتأكيد سرعة حسمها ليتسنى تنفيذ الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع في مجالات الخدمات والاقتصاد والاستثمار وغيرها من الملفات. وقال بيان أن الاجتماع تناول عددا من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل ولا سيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز والتجديد على حلها وفقا لما جاء في الدستور. في الصفحة الأخيرة للزمان: بريطانيا مستمرة بمشاريعها الفضائية بعد فشل أول عملية إطلاق من أراضيها. أبدى رؤساء قطاع الفضاء في بريطانيا الثلاثاء خيبة أملهم بسبب فشل المحاولة الأولى لإطلاق أقمار اصطناعية من أراضي المملكة المتحدة، لكنهم تعهدوا إجراء تحقيق فيما حصل وتكرار المحاولة لاحقا. وقال الكونسورسيوم الذي يضم شركة فيرجين أوربت ووكالة الفضاء البريطانية وميناء كورنوال الفضائي في بيان أن المحاولة التاريخية الأولى لإطلاق أقمار اصطناعية من الأرض البريطانية بلغت الفضاء في وقت متأخر أمس، لكنها لم تنجح في نهاية المطاف في بلوغ المدار المستهدف. أما في صحيفة الزوراء التخطيط: تعلن تسجيل أكثر من 3 ملايين و300 ألف موظف في المنصة الإلكترونية.
أعلنت وزارة التخطيط تسجيل أكثر من 3,300,000 موظف بمنصة الرقم الوظيفي الإلكترونية، وفيما حددت موعد تنفيذ المنصة أكد خبير اقتصادي أن الرقم الوظيفي سيحد من الفساد وينهي حالة الفضائيين في جميع مؤسسات الدولة. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهر الهنداوي في حديث للزوراء إن الوزارة من خلال جدول زمني تعمل على إنهاء جميع مؤسسات الدولة كوزارات وهيئات ومحافظات من إرسال بيانات موظفيها إلى وزارة التخطيط لكي تدخل في المنصة الإلكترونية للرقم الوظيفي، مؤكدا سجلنا حتى الآن أكثر من 3,300,000 موظف، وهذا رقم كبير بالمقارنة مع الرقم المتوقع لعدد موظفي العراق. وأضاف أن هذا الرقم يمثل 95% من عدد الموظفين، مبينا أن الأعداد المتبقية لدينا ما عدا أقليم كردستان هم من منتسبي بعض التشكيلات الأمنية، حيث حتى الآن لم يتم الاتفاق على آلية أو صيغة معينة لضمان سرية البيانات الخاصة بمنتسبيها. الرئاسات الثلاث تؤكد ضرورة تجاوز الخلافات بين المركز والأقليم وتدعو للإسراع بإقرار الموازنة. أكد كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال لقائهم رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور بارزاني ضرورة تجاوز الخلافات بين المركز والأقليم، وفيما دعوا إلى أهمية الإسراع بإقرار قانون موازنة 2023. أعلن مكتب رئيس الوزراء تفاصيل الاجتماع مع وفد كردستان برئاسة بارزاني، وقال بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل في قصر بغداد رئيس حكومة أقليم كردستان مسرور بارزاني، وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات والمستجدات في البلاد، حيث تم بحث البرنامج الحكومي وأهمية دعمه لتوفير الخدمات الضرورية، وأشار إلى أن الطرفين ناقشا موضوع الموازنة العامة وأكد أهمية الإسراع في إقرارها من قبل الحكومة الاتحادية والبرلمان. في الصفحة الأخيرة للزورة، معتصم النهار يستعد لشجرة التفاح. يبدو أن نجاح الأعمال المقتبسة من الدراما التركية أصبح عامل جذب لكثير من النجوم، إذ تستعد قنوات MBC لإنتاج عمل درامي ضخم مأخوذ عن المسلسل التركي الشهير التفاح الحرام، على غرار العديد من الأعمال الدرامية التركية التي نجحت MBC في تقديمها للدراما العربية خلال المواسم الماضية، بداية من عروس بيروت وحتى مسلسل استليتو، على الرغم أن MBC تخطط لتقديم النسخة العربية من مسلسل التفاح الحرام على أن يحمل العمل اسم شجرة التفاح. أما في الصحف العربية، في الراية في صفحة خارجيات، عطل تقنية تسبب بفوضى في المطارات الأمريكية لساعات. أجبر عطل تقنية هيئة الطيران المدني الأمريكي على تعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة من الولايات المتحدة وقتا صباح أمس، فيما استبعد البيت الأبيض فرضية وقوع هجوم إلكتروني في هذه المرحلة. ورفعت هيئة الطيران المدني عند الساعة 9 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 14 بتوقيت غرينتش، الحظر على منع أو منعت بموجبه كل عمليات الإقلاع. وأكدت في تغريدة أمس تستأنف الحركة الجوية الطبيعية بشكل تدريجي في أنحاء الولايات المتحدة في أعقاب عطل خلال الليل قبل الماضي في نظام إخطار المهام الجوية نوتام الذي يقدم معلومات السلامة لأطقم الرحلة، ورفع منع السفر. نواصل البحث لمعرفة سبب المشكلة الأولية. أما في الإهرام، المصري مساعد وزير الخارجية الأمريكي يتوجه للإمارات وقطر لبحث أمن الطاقة،
يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب موارد الطاقة جيفري بيات إلى الإمارات وقطر اليوم الخميس في زيارة تستمر حتى 16 يناير لبحث الجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة وخاصة فيما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا. وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكترونية أن المسؤول الأمريكي سيناقش أيضا تعزيز انتقال الطاقة النظيفة في الفترة التي تسبق الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في الإمارات العربية المتحدة في وقت لاحق من هذا العام. أما في بي بي سي في الأخبار العالمية، إيلون ماسك يدخل موسوعة الأرقام القياسية بأكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ. حطم إيلون ماسك الرقم القياسي العالمي لأكبر خسارة للثروة الشخصية في التاريخ وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. وتراجعت ثروة ماسك مالك تيسلا وتويتر بحوالي 165 مليار دولار في الفترة من تشرين الثاني 2021 إلى كانون الأول 2022 وفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لموسوعة جينيس. وتستند هذه الأرقام إلى تقارير نشرتها مجلة فوربس الاقتصادية، لكن موسوعة جينيس تقول إن هناك مصادر أخرى ترجح أن خسائر ماسك قد تتجاوز هذه المستويات. يأتي ذلك بعد الهبوط الذي تعرض له سهم شركة تيسلا عملاق السيارات الكهربائية عقب شراء الملياردير المثير للجدل شركة تويتر العام الماضي. وأثار شراء ماسك شركة التواصل الاجتماعي الهامة بقيمة 44 مليار دولار مخاوف بين المستثمرين من أن يتراجع اهتمامه بشركة تيسلا. نعم، انتهينا من الأخبار. نشاهد كاريكاتير الصباح. أحبتي، شكرا للمشاهدة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، إلى اللقاء.